اهلا على بركة الله مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. وقصة ديال واحد شابة أم لواحد طفلة عمر ديالها 5 سنوات، جات لمدينة الدار البيضاء قادمة من البير جديد باش تشارك معكم القصة ديالها اليوم. واحد القصة اللي كنسمعوها بزاف وتنشوفوها غير في الأفلام، وشفناها أيضا يعني في قضايا اللي تناقشات أمام المحاكم، مشكل ديال الزهريين وديال الكنوز، داك العالم الخفي اللي بزاف ديال الناس كيقول لك هادشي غير تخربيق، والناس اللي عندهم هذيك التجربه مع هذيك الحاله تيقول لك هادشي عفوا راه بصح هادشي ديال الشعوذه والجنون، هو السحر حق والجن راه خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن هادشي ديال الزهري وجبد الكنز بكل صدق بالنسبه للناس اللي ما عمرهم عاشوا هاد التجربه هادي مني انا وجبد غنقول ربما هاد الشيء ما كاينش، ربما ما يمكنش ليا نجزم حيت اي حاجه ممكن انها تكون في هذا الوقت، ولكن لا العقل لا المنطق لا العلم لا حتى شي حاجه ما كتخلينا اننا نصدقوا بحال هادشي، وتنقولوا ربما هو مجرد خرافه. اليوم احنا قدام واحد القصه خطيره جدا، فيها اختطاف، فيها احتجاز، فيها عصابه، فيها حسب الروايه بطبيعه الحال ديال هاد الاخت، فيها خليه كيف ما كتقول لنا هاد الاخت هادي، لانها حاولت انها تخطف ليها البنيته وفعلا استغلاتها هي وبنتها وجبدوا بها كنز من النواحي ديال نقول البلاصه. ايه قولي. نواحي سيدي رحال من حدا واحد البلاصه يقولوا لها دوار الشرفه حدا ضريح انفاس مع البحر. ايه داوني انا وبنتي وداروا لنا السماوي وقال لي الله يداوي. شنو السماوي؟ شرحي لي. السماوي هي كيدير لك التلامس، يعني كتبقى يا حاله في واخا داوني انا وبنتي. شكون هما هادو اللي داوك انت بنتك وعلاش تمشي معاهم؟ شنو العلاقه اللي بينك وبينهم؟ هما كيجاو عند السمسار اللي كنخدم معاه انا، ويعني الواحد اللي قريب ليا كيمشيو ليهم كيستعملوه ضدي باش يوصلوا للهدف ديالهم. واخا انت كنتي وسيطه عقاريه. وسيطه عقاريه. انت بحال قلنا سمساره بالدارجه. تتلاقي الناس اللي باغيين يبيعوا عقار ولا باغيين يكريو ولا باغيين يشريو، كتلاقيهم مع بعضياتهم دايره قناه في اليوتيوب. قلتي لي انت زهريه انت وبنتك. هاد الناس باش عرفوكم زهريين؟ اقرب الناس هما اللي كيخرجوا المعلومات من العائله وداك الشيء، هما اللي قالوا لهم تولوا تابعيني. دابا حاليا داروا محاوله داروا صوب وجبدوا بينا وداك الشيء، وباقيين دابا طامعين في بنتي. واخا منين زهريه انت؟ زهريه الدم ويديه. وريني نشوف يدك كيفاش زهريه. خط هذاك خط نيشان وكتكوني من الدم كيكون. واخا نشوف الخط بغيت غير نفهم هذه القضيه ديال الزهريه. هذا الخط هذا راه بزاف الناس عندهم خط نيشان، لكن زهريه ديال الخط وزهريه العين وزهريه الدم. لا ولكن شنو الغريب اللي انت عندك في هذا الخط؟ بغيت نفهمه انه غادي نيشان الخط وعاد الدم كيكون. الدم كيكون لون بحال غوز، ما كيكونش بحال العادي احمر، كيكون الغوز هو اللي كيكون زهري. حتى هي في الخط كامل حتى تما. يعني قال لي ما عرفتش انا، ما عرفتش يدك انت ساعدتي واصله الخط والو ياك العين وبنتي ومن عينها وسميتو. ويدها حتى هي عندها كتكون نخله في الراس هنا كتكون واحد سميتو، وهادشي اللي كاين هادو من المعلومات هما اللي عارفين المعلومات. تيقول لك ان الزهري اللي على حسب المعلومات وداكشي اللي كنسمعوا اللي كيستعملوه باش يجبدوا به الكنوز خصو يكون باقي صغيور باقي طفل. كيستعملوا دركا ولا يستعملوا البنات الكبار وكل شيء. الكبار وكل شيء، الدراري كل شيء يخدموا بهم، الدراري الصغار كل شيء، الاغلبيه اللي يطيروا عليهم هما الدراري الصغار. دابا عاودي لينا كيفاش تداوك وكيفاش تعرفوا عليك وكيفاش داوك؟ جاو عند السمسار قلتي. اييه من غير السمسار هذيك راه اخر ما حاجه، اخر ما كاينه. هما راه تابعيني مني كنت خدامه هنا، وهما كيستعملوني الا داكشي ديال الشعوذه وانا ما كنتش عارفه حتى وقع لي هذا المشكل. كيفاش كانوا كيديروا لك وكيفاش باش عرفتيهم انهم كيستعملوك داكشي ديال الشعوذه؟ كيديروا هما اللي عارفين الطرق ديالهم كيفاش كي كتمشي معاهم انت وما كيقول لك يلا ولا هادي كيستعمل مثلا الخدمه ديالك خدامه. أيه. انا كتخدمه نادي لا وهادي وهكايا، ومن وراها عاوتاني لقيت راجلي حتى هو داخل في هذا المشكل. كنتي سربايه في شي قهوه؟ ايه كنت كنخدم شحال هادي، اما دابا ملي تزوجت 5 سنين دابا مبقيتش خدامه في وهادو نفس الاشخاص هما اللي كانوا كيستغلوك. واحد كيبيعك لواحد هما كيتاجروا بك، كاين اللي تاجر بك كاين اللي جبد بك فهمتي. مثلا جا قال لي هذيك السيده كاينعت لي، هذيك السيده راه خدامه في ديك القهوه فلان فلانيه السميه ديالها كدير العقار او خدامه في ناديله، كيقول لي شحال تعطيني فيها صافي كيتفاهموا كي راه زهريه. اه
صافي كيجي كي وباقيين تبعوني حتى البير جديد شي وحدين من شحال هذا وجاو كيقلبوا عليا حتى البير جديد فين ساكنه واخا الوقت اللي كيبداو يجبدوا بك الكنز وشتي كتكوني مغيبه ماما كتعقليش حتى تجي للدار وعاده كيديروا لك الارسال ويدخلك الجن تما فين كيمحنك حتى تيشرب لك الدم ديالك كيديروا لك سحر الجنون باش ما تعقليش على البلاصه اللي داوك ليها كيديروا كل شيء انا داكشي اللي داروا ليا انا راه تعالجت راه من شهر 8 هادشي وقع ليا في شهر 8 يعني هما كيديروا دوك الطقوس ديالهم في شعبان وفي العيد المولد النبوي وكيديروها في العيد الاضحى شنو الكنز اللي جبدوه الكنوز اللي جبدوهم بك كيجبدوا كنز شنو هذا بحال هذا الكنز اللي جبدوه مسدي الحال ديالاش انا بعدا جبدوا بيا خزينه انا وبنتي هما اللي عارفين انا ما شفتش واش انا هادشي كيجيني غير تخربيق سمحي لي ما نعرفش ما نكذبش عليك لان هادشي اللي كتقولي فيه اختي ما واش بنادم غيبدا يحفر ويجبد واش ما كاينش الناس غيشوفوه ما كاين بالليل كيديروا داكشي بالليل ما يديروش لك بالنهار وما داكشي ودابا تابعين باغي يخطفوا ليا بنتي وهادي راه معروف هذيك عصابه زاكوره وهادو كل القواد راه ما فيش شك ياك هذيك عصابه زاكوره اللي شدوا حيدوا لها راسها وبالاخص هما كاينوا شطوا في هذه البلاصه ديال الشتوكه وبير جديد وسيد رحال بزاف غير هما هادي كنهضر عليها السير 100 فوا 100 كنهضر عليها بصح هادي كاينه هادشي المهم هما دابا المشكله انا كون يبعدوا مني وعطوني ابتقار وصافي وداروا داكشي اللي داروا يبعدوا باقيين سامعين ليا في بنتي باش عرفتي انت هادشي كيتبعوني الطوموبيله اللي تبعني اليوم تبعني غدا الطوموبيله كيديروا لوكاسيون وفاش كانوا جبدوا بيا داكشي كانوا باغي يضربوني بالطوموبيله واحد ما كيتفرقش عليا عنده طوموبيله بيضاء 4x4 جيب من دايرينها لوكاسيون كيتبعني بها ديما ما تبعوكش اليوم ملي تجي لعندي ما عرفتش انا ما شفتش هذيك الطوموبيل اللي كانت تابعان الله اعلم حيت هما كيعرفوا كيفاش واخا هاد الناس عرفتيهم شكون هما يا هاد الناس عرفتهم وعندي تصاور وعندي الماتريكيل ديال الطوموبيل ديالهم عندي كلشي تصاورهم كناخذهم من البروفيل كان عندي الرقم ديالهم كانوا كيتواصلوا معايا حيت انا دايرين ديك ديال العقار دايرين طريق بيا انا كيدخلوا يبقاو يهضروا معايا هادي بغينا هكا بغينا هكا واحد شويه ما كيلقى السيد ما شاري ما حتى شي حاجه يعني العين ديالو فيا انا وقلتي خوك حتى هو فطر لي هذا المشكل اه خويا حتى هو كان شي 3 ايام بقينا كنقلبوا عليه حنا في الفيسبوك دابا شي 5 سنين فاش وقع هذا الشيء وبقاو كيخدموا به دابا خويا انا راه صافي تسطى رجعي ماما رجعي رجعي خويا تسطى يعني ما سيبي لها سيبي لها دور الكاميرا سيري ماما سيري اها خويا انا سطاو يعني راه صافي خويا كيدقوا ليه البرا كيدو على الطبيب كتقول ليه هذا الشيء راه ما عنده حتى شي حاجه عنده مرض روحي يعني داروا لي داك الشيء سطاو داك الشيء اللي داروا لخويا دار خوك توا جهري اه وانا درت الرقيه تعالجت باش حيد مني داك الشيء وهما كيبغوك ما تصلي ما ديري حتى حاجه يعني تبقاي في مي يصيفطوا لك يديروا لك ارسال يصيفطوا لك هذاك الشيء خاصك تكوني مسخه ما تصلي ما حتى حاجه باش يكشفوا بيك وفي نفس الوقت يجبدوا بيك شحال عندك من عام؟ عندي 32 سنة هاد الشيء شحال هادي ما كانش كيوقع لك؟ في لا. الصغر وفي داك الشيء في الصغر أنا قلت العائلة والله أعلم المهم اللي مخرجة الأسرار هما العائلة وكنطلب أنا من الأمن يديروا معاهم تحقيق العائلة عائلتي أنا وعائلة راجلي بجوج حيت كاين راجلي عنده ولاد عمته جوج كيديروا هادشي ديال الدمياطي وربما شنو الدمياطي؟ انت مالك قاري كنقول قاري الدمياطي شنو الدمياطي؟ هاد الدمياطي هو اللي كيخدموا به دابا صحاب الشعواده كيشدوا كيديروا طقوس الجن كيشدوا سميتو قران حاشاك عزكم الله كيقولوا على القران وداك الشيء باش يتقربوا من الشياطين شكون هما هادو؟ هاد اش كيجيو لراجلك؟ قلت لك هاد اللي قلتي لي الدمياطي الاول كي قلتي جوج مع عائلة راجلك يخدموا الدمياطي اه فوقها اش كيجيو لراجلك؟ ولاد عمته ولاد عمته وانت هادشي شتي بعينك هادشي عارفه هذا راه كنشوف فيهم هما كيشني حرفتهم حرفتهم داكشي اييه خدمتهم داكشي كيقلبوا على الكنوز وداكشي وكيديو الدراري يجبدوا كيتبولوا على كتاب الله اي عاد كيبداو في هادشي عاد كيبداو يخدموا في هادشي ديال الكنوز هذوك كيديروا بحال هكا عاد كيخدموا واش هادشي غير سمعتي به ولا شفتيه هادشي كيديروه طقوس كيديروه هاد الناس لا واش عي معاودين لك ولا شفتي انا واحد مشيت عنده المحل ديالو في كازا هذا اللي ولد عم راجلك لا واحد انا شتو ودخلت على غفله ولقيتو داير هذاك في سميتو داير مسينا باغي نتعالجو عندو تلقيناه منهم ودير المصحف ودايرو في القاع ديال الطواليت فين كاين هذا؟ كاين في النواحي ديال سميتو برنوس
وما بلغتيش به رجال الامن؟ ما بلغتش به حتى انا ما كنتش عارفه ديك الساعه داك الشيء، عيشت وصافي. يعني مشي داك المنظر هذاك ديال كتاب الله استغفر الله العلي العظيم في المرحاض، ما حاولتيش انك تمشي تبلغي به رجال الامن؟ لا ما بلغتش به. ما حيت ما عارفاش، حنا راه كنا خواتاتي انايا ديال الخمار، ما كيعرفوش هذا الشيء ديال الشعواده ولا هذا الشيء ديال اللي كيدير. انت اش داك عنده هذا اللي جيت البرنامج؟ حنا مشينا عندك الكباين تعالج، مشيت عندو انا والوالده وخويا كبير. مشينا عندو على اساس انه راقي. زعما راه راقي. ودابا الاغلبيه ديال الرقات كيستغلوا كيديروا بروسهم رقات وكيجبدوا هادشي، كيجبدوا الكنوز والدفائن وكلشي. راجل شنو كيدير؟ تا هو عنده هادشي الدمياطي وهادشي كيدير؟ لا راجل تيخدم في هادشي ديال البني. اها. وقلت لك هما ولاد عمته في داك الشيء. ولاد عمته؟ اه. انت شحال عانيت انايا في هادشي ديال المس، وكنت كنطيح والنعاس ما كيخليونيش نعس نهائيا. انا راه تتعالجت مزيان، نيت عاد وليت عارفه اش كنقول وعارفه. كي لا داروا لك داكشي سطي وكيديروا لك التمريض، المهم الجهد يحيدوا. دابا انت تعالجتي؟ اه تعالجت الحمد لله. وانت كتامني بهذا الشيء؟ ماشي كتشوفي راسك عاد كتخربقي. حنا ما كناش كنامنوا بداك الشيء، ولكن ملي طرا لي وليت كنامن. دابا شنو طاري لك؟ شي حاجه اللي انت عاقله عليها طرات لك؟ راه ما عندك حتى شي حاجه عاقله عليها طرات لك. كتقولي كيديوك كيغيبوك، ما كتعقليش اشنو علاش عقلتي؟ عاقل على البلاصه اللي داوني ليها وعاقل على كل شيء. وانت قلتي ما يمكنش لك تعقلي لانهم كيقراو عليك السماوي ولا ما عرفتش. كيقراو عليك السماوي، كتسمعي كتشوفي راسك اش فين غاده فين كنتي، واخا يشدوا لك بنتها كيذبحوها حداك ما تقديش تهضري، عاد كتشوفي وساكته. انا داك الشيء اللي درت بارك هكا حدا البحر وبنتي راه في الطوموبيله وما. امتى هذا الشيء؟ في شهر 8؟ اه في شهر 8 من وراء عيد كبير مباشره. هذه هي الوقت اللي كيديروه هما. وعقل على الوجوه ديالهم بالواحد بالواحد. عقل على الوجوه ديالهم، واحد الكبير فيهم هذاك سمعت يعني زعيم ديالهم سميتو عارفاها، والوجه ديالو ما عارفاش. كيقولوا ليه مجدوب، ملقبينه بالمجدوب. وكاينين معاه دوك اللي كيخدموا. خزنة. عندي التصويره ديالو اللي دانا بالطوموبيله انا وبنتي وداك الشيء، عندي الصوره ديالو. هاد الخزنه اللي جبدوا شنو فيها؟ كيجبدوا لي كيلغشوا، هما اللي عارفين اش كيلقاو في ديك خزائن الذهب. ولكن هاد الخزائن ديال من في النورمالمون ديال من كيكون؟ هادي كتكون كنوز مرصوده، يعني مرصوده يكون ديال الجن. اه ديال الجن، مرصوده بالجن. اها. وهما اش كيديروا هادو؟ علاش كيديروا هاد الدري كيجبدوا به الزهري؟ حيت كتكون هذيك الكنوز عندها وثيقه ديال مواليها، كيجيو يستحوذوا عليها هما كياخذوها. كيقول لهم جيني اللي بغيتو هاد الكنوز المرصوده ديال الناس، ان جيبوا لينا الزهري، لا جيبوا لينا عينه، لا جيبوا لينا الدم ديالو، ولا داكشي اللي كيطلبوا ليه. داكشي اللي كيطلبوه ليه. انت شنو طلبوا ليهم منك؟ وانا اختي ما عرفت، هما اللي عارفين. شنو خداو لك؟ انا فيا جميع المواصفات اللي العلامات. فاش مشيتي معاهم شنو خداو لك؟ دمك ولا دمي؟ اه فاش انا جيت للدار ما عقلتش على داكشي. حتى جيت للدار مرات انا وبنتي، بنتي الدم ما بقاش كيدور فيها نهائيا، ومريضه ولات كتقول لي ماما كيقيصوني كيجروني كيديروا لي. انا يا مرات وليت كنشوف هذاك الشيء بعيني، الجن تيوقف عليا وداك الشيء، شفت هذاك الشيء بعيني. الجنون شفتيهم؟ يعني هادي انا ما كنتش كنتيقه بتاتا نهائيا، ولكن داك الشيء اللي مريت منه بصح 100%. شفتي الجنون؟ اه وقف عليا. والجن ما كيتشافش؟ كيتشاف كيبان قاله. شنو كيفاش داير؟ كيوقف عليك. كيدير هذا اللي وقف عليك؟ كيجيك بصفة بنادم، ما كيجيكش هو بصفة جن ولا، كيجيك بصفة بنادم. اها. ولكن ما كت انا ما شفت لي رجلي ولا شفتو عا هو. شنو دار؟ شنو تصرف معاك؟ كيوقف كيصيفطوا لك على حساب الخدمة ديالو هوايا. انا لقيت اللي كانوا داروا لي هما داك الشيء، جاني داك الشيء مع ثلاثة ديال الليل بحال شي حد كيكتب لي في وجهي. مع ثلاثة درت صورة البقرة درتها في ودنية وعاودوا عاود ثاني وبقاو معايا بقاو معايا، هدوني في صحتي، طيحوا مني النص. صيفطوا لي جن اول حاجة ملي كيدخل فيك تتحسي بشي حاجه تدقك بحال البره في صبعك الكبير، وتيدخل فيك ديك الساعه. كاين اللي يشرب لك، كاين اللي يدخل القلب ديالك، كاين اللي يشرب لك الدم ديالك، كل واحد اش تيدير. هادو الجنون. اه ما عرفتش بنتي اش غنقول لك. انا صراحه هادشي اللي قلتيه ليا منطقيا ما دخلش ليا لعقلي. انا جيتيني بحال بغيتي توهمي راسك بشي اشياء اللي ولات مخليك ما عايشاش حياتك الطبيعيه. لا اختي انا ما فيا لا وهم ولا وسواس ولا حتى شي حاجه، كنقول هذا الشيء بكامل قواي العقليه. لان كي دايره حياتك الزوجيه مع راجلك؟ عاديه. ما خدمتكم هو فاش وقع عليا داك الشيء، قبل ما يوقع عليا داك الشيء كان هرب ديما. فين ما كتوقع شي حاجه ولا تبغي توقع شي حاجه تيهرب، هذا هو اللي خلاني انا نزيد نشك فيه بانه راه. قلتي لي انت عندك قناه في اليوتيوب؟ اه عندي قناه في اليوتيوب. كتقولي فيها هذا الشيء؟
ما كنقدش انا، ما بقاش دركا كنجاوب الا عيط ليا شي واحد، وليت كنخاف ما بقاش نجاوب، يعني ما بقاش كنثيق دابا في شي حد غيجي عندي يقول لي بغيت شي حاجه. انا دابا خدمتي انا ما بقيتش نقد نمشي مع شي حد ولا نوري لشي حد. خاف. بغيتي دابا واللي بغيت هو ياخذ لي حقي من هاد الناس اللي تكرفصوا عليا بالشعواده وباقيين تابعيني وباغي يخطفوا لي بنتي، ودرت بهم شكايه عاد. وكون بغاو يخطفوا لك بنتك كون خطفوا لك داك النهار فاش كنتي مغيبه، علاش خلاوها معاك؟ ايوا ما عرفتش شي حاجه من عتم. شوفوا ما لا يعني هما دابا على هادشي، على هادشي دابا انت اللي كتقولي، وهاد الطاقات اللي عندهم وهاد البوفوار اللي عندهم راه يقدروا يجيو ياخذوا لك بنتك وانت كتشوفي بعينك. قلتي لي يذبحوها قدامي وما نهضرش. اه ما عرفتش هذاك النهار كيفاش، ما يعني تنهار اخر يعني تنهار اخر يقدروا يجيو يديوك وانت مغيبه إيه. وتمشي معاهم بخاطرك وتعطيهم البنت بخاطرك، شنو اللي مانعهم؟ ايوا ما عرفتش انا. اذا ما كاين والو. لا اختي كاين، انا متاكده وكنقولها وكنعاودها. دابا يعطيني غير دماغك. هاد الناس كنا بغاو يديو لك بنتك بالصح، شنو اللي منعهم انهم يديوها وهي سهله باش تديو؟ مرحبا مرحبا. لا ما يمكنش قدام اختي. غير خاف على منا حبيبتي. الله يطول لي عمرك، الله يبارك فيك الحبيب، الله يطول لي عمرك. امين امين امين. ايوا لا جا ليها هو نيشان غادي يجيب هاد الشبهات على راسو وكلشي. هاد الناس عارفين اش كيديروا حرفيا وما كيخليوش البصمه من وراها. دابا انت خايفه بنتك؟ دابا انت مهدده. ديجا تبعوني بالطونوبيله، كانت عندي الطونوبيله شحال هادي شي 3 سنين، تبعوني كيقول لي وقفي. وحدين سمرين صحراويين عندهم جولف كحله فيمي، تبعوني من الطريق اللي كدير الازمور القديمه الاولى اللي كتجي من سدر حان، وانا جايه عند دار خالي. دوينا دابا على دابا مهدده انت بشي ميساجات بشي تليفونات بشي وحدين كيهددوك؟ هما تيقول لك دبر راسك، زعما تقولي شي حاجه ران كيهضروا معايا نيشان. واحد عندك شي حاجه ما تثبت؟ عندي تثبت داكشي، عندي عندي الدلائل. شنو هما الدلائل اللي عندك؟ هذا هو المهم. عندي اوديوات. اييه. فاش صيفطوا داروا لي الارسال وبديت كان صافي، ملي كيبدا يمص منك الدم كيضرك الكلاوي. اوديوات شنو فيهم؟ قال لي توضاي توضاي باش ما يبقاش الجن يعذبك، توضاي قراي قران. وهذا ماشي، هذا واحد كيقول لك توضاي وقراي القران. من هذاك اللي خطفناه؟ آه؟ من هذاك اللي داني؟ لا عطيني شي، عندك شي حاجه تثبت ان الناس كيهددوا السلامه ديالك؟ السلامه ديالي تابعيني حاضريني محاصريني باغي ياخذوا لي البنت. عندك ما يثبت؟ عندي ما يثبت، عندي عينيه وكلشي شفتهم. شفتهم بعيني؟ آه. قدم شي شكايه. قدمت شكايه للوكيل العام. درتي الشكايه؟ يديروا بحث مع عائلتي شكون هاد الناس وراهم حنا بعدا، شكون وراهم حنا راه زهريين، شكون قال لي؟ شكون كتهمي دابا في عائلتك؟ كنتهم انا عائلتي، كنتهم عائله راجلي ولاد عمته هادوك، وكنتهم عائلتي حتى انا. شكون عائلتك؟ عائلتي مهم بصفه عامه. لا شكون في عائلتك؟ وما يمكنش كتمشي عند في المحكمه وغتقولي ليهم آه انا كنتهم عائلتي آه كلهم آه من امك وباك وكل شيء. لا بيلي لا، عائله الوالده ديالي. ايوا هذا الشيء باش دابا خصك توضحي لينا عائلتي، علاش عائله الوالده بالضبط؟ عائلة الوالدة هما اللي عندهم ربما قلت يد في هذا الشيء. علاش ربما؟ عندنا نزاع مخاصمين معاهم وعندنا مشاكل معاهم وما كنمشيو ما كنجيو عندهم، قاطعين معاهم صلة الرحم، وهما اللي غيكونوا من وراء هذا الشيء. يعني بنادم باش غيتقاتل. عائلة الوالدة يعني خواتاتها وكل شيء، خالاتك؟ اه خالتي، عندي خالتي وحدة انا. خالتك هي اللي كتشكي فيها تقدر دير هذا الشيء؟ وانا خالتي وخوالي انا حاطه في الشكايه، حاطه خوالي انا كنتهمهم هما وخالتي كل شيء يديروا معاهم بحث. انا بغى نحس صبعي على شي واحد ونبرأ واحد ويكون يقدر يكون هو. دابا يقدروا عائله راجلك داروا الايد مع عائله امك وداروا هما اللي شي ساتر على شي. شي ساتر على شي، يعني شي ما باغيش يقول الاخر عارف راه داير فلان، والاخر حتى هو ساتر ما باغيش يقول. يعني دارونا حنا الوسط. كي دوزتي حياتك في الصغر؟ دوزت حياتي ما عرفتش، مره خرجت من القرايه بكري. امتى خرجتي من القرايه؟ شنو المستوى الدراسي اللي عندك؟ المستوى الدراسي ديالي كاتريام، كملت الكاتريام وخرجت جيت لكازا، وجيت باقا ما مصوبه لا لاكارت لا حتى شي حاجه قاصره. جيت بركت عند دار خالي وخلوك داركم تخرجي؟ جيتي عند خالك؟ انا امي كانت خارجه خدامه، كنت باركه غير مع با الله يرحمه دابا راه مات، وخدمت وكلشي وبقيت كنطلاوا. وهانت ديك الساعه عندك علاقه زوينه مع عائله خوالك؟ عند خالك اللي جيتي جلستي معاه؟ اه جيت بركت معاه. كانت عندكم علاقه مزيانه؟ اه علاقه مزيانه. من بعد تقطعت العلاقه؟ ولكن بنادم الا جا واحد وعطاه الفلوس وهو محتاج وقال لي ديك السيده بغيتها وعطيني المعلومات ديالها وهذاك غادي يعطيه، هذه راه حاجه باينه، وهما خدامين بالفلوس هذوك الناس. جيتي بركتي مع خالك في كازا، شنو خدمتي؟
خدمت في الشركات، خدمت في سميتو انا بديت بالشركات. جيت ليساس فخدمت تما بزاف، ريحت فيها شي 5 سنين ولا 6 سنين باش ريحت تما، وخدمت وكل شيء. وبقيت حتى السيد كنت تعرفت عليه شحال هذا في الدراسه، هذا الزوج ديالي. ومن بعد صافي تزوجنا. اش كيقول راجلك في هذا الشيء؟ كيامن به متيقو؟ راجلي خازن عليا، ما بغاش يقول لي انت بنتي ولادتي زهري. ملي تعالجت وقلت ليه ها وقع لخويا راه هما اللي داروا ليه هكا وانا زهري وانا، هو ما صافي تخلع، ما بقاش السيد، ما بقاش جا ولا كيجي من 40 يوم 40 يوم وهز حوايجه من الدار. لدابا لدابا هز حوايجه من الدار بان لو وقعت ليا شي حاجه يعني هو بريء خارج من هذا الموضوع، غايقول لهم انا ما كنتش ساكن معاه. حتى هو كتهميه. شي 3 مرات انا دفعت الطلاق، بغيت نطلق منه كيجيني داك الرفض ديال الطلاق، الله اعلم واش عاطينه مال الفلوس ولا هو كيصيفط شي. دابا انت دفعتي الطلاق للمحكمه وكيجيك الرفض ديال الطلاق اللي ما فهمتش شنو هو الرفض اللي كيجيك، راه هو عاطي الفلوس للمحكمه. وراجلك اش كيدير اللي غيشري المحكمه؟ اش كيدير كاع في ملك الله؟ ما عرفتش اللي غيشري المحكمه باش يمنع الطلاق. شحال من مره، المره الاخرى او ثاني في شهر 6 كتحضروا الجلسه بجوج؟ ما كيحضرش هو، كنمشي انا. ايوا اذا ما تقوليش، خاصك تعرفي القانون شنو كيقول والجلسات اللي خاصها تكون، واش دايره محاميه ولا ما دايرهاش؟ ما دايرهاش. ايوا انت كتقولي غير من المنطق ديالك، هذا واحد المشكل كبير عند بعض المواطنين. مشيت درت شكايه عند الامن ما داروا معايا والو، واخدين الفلوس. مشيت للمحكمه ما داروا معايا والو، واخدين الفلوس. هنا كيخدموا غير الفلوس. ديون حنا كيخدموا. واش شفتي شي حاجه بعينك؟ ايوا راه هذيك راه حاجه باينه ملي كتمشي تشكي عند. عطيني دابا، عطيني غير شي دليل انك انت شفتي شي واحد خدا الفلوس عليك انت. هذيك راه ما عرفتش، هذه ما عرفتش انا. لا عطينا دليل ان كاين شي. لا ما عندكش دليل، ما يمكنش نتهموا الناس بالرشوه، لان هذه راها جريمه كيعاقب عليها القانون. ما يمكنش تتهمي واحد الاداره، واحد المؤسسه ديال الدوله انها كتاخذ الرشوه من عند بعض الاشخاص وانت ما عندكش شي دليل. كيف ما هضرت كلها ما عندك على حتى شي دليل. كلنا اي حاجه بغيناها كنعطيو عليها رشوه. هذا كن انت فايت عطي رشوه؟ ايه كنعطي. ما عندك دليل عندك سيد اللي عطيتيه رشوه؟ وما انت اللي خصك تعاقبي. راه انت اللي خصك تعاقبي، راه الراشي والمرتشي. فهمتيني؟ خصك تعرفي راسك شنو. دابا هذا هو ماشي موضوعنا. موضوعنا هو انك بنتي هادشي كاع اللي كتقول. دابا انت راجلك دافع الطلاق الشقيق. ايوه. باقي كيجي للدار. كيجي للدار كل شهر 8 مثلا، 8 في الشهر تيجي. دابا انت باغي تطلقي من راجلك، هو ما بغاش يطلقك. هو كيدير الرجوع بالزوجيه، ربما قال لي نقدر ندير الرجوع بالزوجيه، ما بغاش يطلقك. علاش ما بغاش يطلقك؟ علاش ما بغاش تكون معاك؟ ما عرفتش، هما ما عرفتش. شنو كيقول لك راجلك؟ تيقول لك راه كيف الوسواس. هو كيقول هاد الهضره، كيقول لك حقه، ولكن هادشي انا ما اكتشفتها مؤخرا، انا ما كانش كنقول لي لا فيا ولا لا. ولكن قول لي واش راجلك تيقول لك انت راكي موسوسه؟ انا جبت مع هذا الموضوع نجيك بصراحه، ملي طرا لي داك المشكل وداروا لي داك الشيء هز حوايجه وهرب، وكانوا تلقاو لي عصابه فاش كنت جايه مع الحوايج جايه. انا بعت من سيدي رحال وجيت سكنت في بير جديد، تلقاو لينا وحدين بالطوموبيله ووقفوا تما. واحد قال لي انا نسيت الشنطه ديالي في البارتمان اللي كنت ساكنه فيها، قال لي شيرت عليه، قال لي ندي واحد البلاصه، شيرت عليه وركبت معاه وكلشي تاويت معاه، بحال غيرجعني باش نرجع للكاميون نجيب الشنطه ديالي، المهم ما بغيتش نخليها عند مول الدار. وركبت معاه، شدوا لي الناس اللي كتغادى معاهم في الكاميون، قال لي نوصلك هكا ندوز واحد البلاصه للبحر، قال لي نوصلك معايا. وهاد السيد ما كيتفرقش عليا، ديما في هذيك البلاصه تما جيت السيكتور، ولاو كيشربوا لي قدام الباب، باركين حاضيني قدام الباب، ما كنخرج ما كندرش. وليت فاش وقع لي داك المشكل ولاو سميتي خديجه. خديجه مشيتي عند الطبيب؟ مشيت عنده. شنو قالك الطبيب؟ هو بان لي عندي صحتي بخير. ماشي الصحه ديالك الجسديه، الصحه العقليه. الاوهام بعض المرات خديجه انت اختي كنقول لك شوفي انت غزاله، انت فراسك انت زوينه بزاف، زوينه ومسراره ومقبوله وعندك واحد البنيه فنه ما شاء الله. بعض المرات خديجه الاوهام كنعيشوا فيها وكنبقاو نتهيئوا. راه دابا واخا نقول لك ان الهضره اللي غنقول لك ما تخش لك، انا من خلال كلامي معك
اختي ما مجرباش داك الشيء، ما طراش ليا، طراو ليا مشاكل انا ما بغيتش نبان. شو طرا لك مشاكل مع راجلك؟ شنو هما المشاكل طراو لك؟ هو فاش وقع لي داك الشيء قلت لك مشى صافي تحيت انا، قال لي السيد رحال ما تبقايش فيه حيدي، قال لي منكر راسك حولي حوايجك سوقك هذاك، تخلى عليك تخلى عليا ومشى. حولت حوايجي راسي، جاو عندنا هذوك الناس اللي قلت لك ديما تيتبعني واللي كانوا بغاو يديوني جيت للبحر. واش كان دابا خنسي عليا الناس، قول لي علاقتك مع راجلك واش كانت علاقه حب بينك وبينه؟ هذاك الشيء كنا معرفين. كنت كتبغيه؟ ايه هادشي اللي كاين. بغيتيه بزاف؟ المهم اي واحد بغى شي وحده ودار معاه علاقه وهذاك راه غادي باقا كتبغيه. لا اختي ملي طرات المشاكل وحيت فاش جا هو وتقلبت السفانه. واش اكتشفتي ان هذا العلاقه ماشي وحده اخرى بسبب هذا الشيء؟ لا لا اختي انا ما انا كنقول يديرها ولا ما يديرهاش، وليت باغا صحتي انا وباغاي لهنا، ما بقيتش باغا المشاكل. ولكن علاش فرط فيك خديجه؟ ايوا ما عرفتش ما المهم هو علاش فرطك وبنيتي وبنيتك؟ ديما في اي محنه كيخليني وكيمشي، فين ما كنبغي نحتاجو كيمشي. واش هما كيهدوا كيقولوا لي سير بعد منا؟ نسي عليا هذوك، نسيهم، عاودي لي على مشكلتك مع راجلك وعلاش كيتخلى عليك. ما عرفتش انا حاليا بقى حاليا ما عرفتش هذاك السيد كيفاش، مره كان كيجي من سيمانه لسيمانه، واحد شويه ولا كيجي من 15 يوم 15 يوم، واحد شويه كيجي من شهر لشهر، واحد شويه ولا يقول لي غنجي من 8 للشهر 8 للشهر، مابقيتش غنجي. يعني كيجي كيعطي مصروف يعني اللي بغا خليك معلقه كيمشي، كيخليني بوحدي وكيمشي. ديك ديال يطرى لك مرضي، ما انت مطلقه ما انت عروس. مرضي موتي ما يتسوقش لك، يديروا لك اللي بغاو، يقطعوك ما عندوش. ولا حنين الله رحيم. الحنين الله رحيم. وانا انت وبنيتك. انا وبنتي. ما عندك صحابات؟ ما عندك عائله؟ ما عندك صحابات؟ وداك المشاكل اللي طراو لي مع الصحابات وداك الشيء ما بقيت بغيت حتى شي وحده. المشاكل اللي طراو لك مع الصحابات؟ ما شحال من وحده كتدخليها كتغدرك، شحال من وحده كتدخليها. شحال من مره تغدرتي يا خديجه؟ بزاف. انا بالخصوص هنا فاش كنت ساكنه هنا في كازا بزاف الدريات ما فيهمش الخير نهائيا. وليت شادة تقاري وكنخدم وكل شيء، فأدا تجاوز الناس تقلبت لي حياتي رأسا على عقب، وليت من الفوق وهبطت لتحت، ودابا مبقيتش هاد الخدمة كاع، مبقيتش كنقد نديرها على حسابهم هما. قولي عاود بالله مشيت راجيم. ودابا ليام دابا ليام تولي راجيم. أنا غنقول عاود بالله مشيت راجيم. سعيدي بالله من الشيطان الرجيم، أنت خصك جلسات، تجلسي مع شي طبيب معالج نفساني باش تعالجي راسك وتقابلي بنيتك. انت يا شوفي قلت لك غزاله ما خصاتك حتى شي حاجه. تنطي انت غادي درتي الشكايه ديالك. الا كاينه فعلا شي عصابه كتهددك، الا كاينه شي حاجه راه اكيد القانون غياخذ مجراه، حتى شي واحد فوق القانون. ولكن كندوي على الجانب النفسي ان هذا الشيء اثر عليك حتى نفسيا. اثر عليا اثر عليك حتى نفسيا، وليتي كتوهمي كتشوفي الجنون وقفوا عليك كتشوفي. هذاك الشيء فاش كان وقع لي ذاك المشكل فاش داروا ديك الوقيته دابا مزيانه، دابا مزيانه كيوقف عليك حتى واحد. كنصلي كندير الاذكار كلشي كندير الرقيه الحمد لله صحيا وعاد. ملي كديري الرقيه كتمشي تشي راقي الراس؟ الراس كندير البقره كندير الدخان كندير الانفال هادو كلهم. وكلام الله راه شفاء لكل داء. هذاك الشيء. والا بذكر الله تطمئن القلوب. وهما دابا بحال هما ملي بديت كندير بحال هكا وكنصلي وكنحاربهم وداك الشيء هما ما بغاونيش، باغينك تخرجي للطريق بهذا المفهوم، باغينك تخلي على الراجل وتخلي على كل شيء وتخرجي للزنقه باش تجيهم ديك الفرصه فين يستغلوك تما فين يقادوك. يعني بغاوك تمتهني الدعاره. ايه باغيني نخرج للطريق ونخدم. كيكتبوا لك في لي ميساج وراه ديك يقول لك ملي بديت كنصلي وداك يقول لي ورجعي كي كنتي زعما رجعي خرجي ورجعي دوري ورجعي ديري الثقه في الناس وفهمتي. هادشي في لي ميساج. في لي ميساج. هي فنيا باش ما يديروش الشبهات على روحك. تحرش بك شي واحد فيهم؟ لا هادي راه حاجه باينه، راه كيدير هذاك الشيء راه غيتحرش بك باش غيهضر معاك، يقول لك اختي هادي عجبتيني جيت هكا، جي على اساس العقار واحد شويه تيولي يقلبها هضره اخرى. واخا عارفينك مزوجه. وهم يتحرشوا بك ومزوجه. وشحال من واحد جاو عندي نيت في العقار. تبغي تحطي رقمك التليفون للمساعده؟ الا بغى شي واحد يساعدك ما عرفتش انا المساعده نوع المساعده اللي غتحتاجيها. ولكن اكيد راك محتاجه بزاف ديال المساعده. شنو الرقم ديال الهاتف اللي تبغي تحطيه؟ تبغي بعدا تعطي النمره ولا ما تبغيش؟ والله ما عرفتش. وفكري حنا غنختموا هذا المباشر ومن بعد الا بغيتيني المساعده اللي بغيتها هي فتحوا تحقيق مع عائلتي. اكيد غادي تفتح تحقيق ان شاء الله. انا هادشي اللي كنطلب من السي عبد اللطيف الحموشي يبحث على هاد الناس، راه خليه كبيره، راه ماشي راه من برا من الداخل كيجيو يديروا هادشي كيلقاو الفلوس بارده بهذا المفهوم.
كيقلبوا على الحاجه البارده، كيتاجروا في الدراري الزهريين والبنات صام. تبارك الله عليك خديجه، حنا غنختموا هذا البث المباشر، كنتمناو ان النداء ديالها يوصل، والله يديك شفتها ولدي الخير بنتي، وانت راكي غزاله فنه، عرفتي كبر قال الزينه خاصك العقل. لا اختي العقل كاين، ولكن هادشي ما عشتيش معايا، كون عشتي معايا ما بغيناش تعيشيه لا انت لا انا لا غيرنا لا حتى شي حاجه. غنختموا هذا البث المباشر على امل اننا نتلاقاو بكم ان شاء الله، ولا بغات الاخت تعطينا لوتوريزاسيون باش نحطوا الرقم ديالها ديال الهاتف، راه غادي نحطوه اللي بغى يتساعد معاها. لا تتفكري، الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله. تتفكري.